ما شاء الله تبارك الرحمن وتعالى. الجروب النهارده الافطار الجماعي في حي المغاربه ما شاء الله، وتجهيز بقى الفول ما شاء الله. وقال كلمه جميله جدا، ان خلص الفول صلي على الرسول عليه الصلاه والسلام، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدنا صلى الله عليه وسلم. دي البوفه يا جماعه زي السموسه كده، والكبده بقى وما ادراك ما الكبده بقى على الصاج. ما شاء الله تبارك الله. او القهوه السعودي كل عام وانت بخير، الله يرضى عليك يا رب. وكمان لابس الزي المغربي عشان هو في حي المغاربه. انواع التمر ما شاء الله تبارك الله، انواع الفول، ونخلص ونخلص الفول. صلى على الرسول عليه الصلاه والسلام. ده تمر الجزيره اهوت يا جماعه، اسمه دجله نور. دجله نور ما شاء الله، من واد سوف. سوف من الجزائر. انت من اهل المدينه يا عم؟ نعم، من اهل الحاره هذه اللي احنا واقفين عليها. متابعين الكرام، احبابي في الله، في مدينه رسول الله، في كل حي من احياء مدينه رسول الله، كل يوم بيحصل التجمع الجميل ده، افطار جماعي لاهل الحي، بيتجمعوا فيه في يوم من الايام، من ايام الشهر المبارك في مدينه رسول الله، وبيسووا الافطار الجماعي ده. متابعين الكرام، احبابي في الله، شايفين الاجواء هنا النهارده في حي المغاربه، من اقدم الاحياء في مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله تبارك الرحمن. متابعينا الكرام، خليكم معايا ان شاء الله، الفيديو يعجبكم وباذن الله ربنا يكرمكم جميعا، وكل من يصلي على الحبيب بافطار في مدينه رسول الله. خليكم معايا، ويا ريت اللي ما اشتركش يشترك في القناه ويدوس زر اللايك احبابي في الله، ونشارك الفيديو لتعم الابتسامه، دائما ابتسم في نبيكم محمد وبين على الفيديو. من الصدف الجميله برضو النهارده قابلت اخويا محمد الرئيس، الله يكرمك يا رب، من صناع المحتوى في مدينه رسول الله، ودايما تراث المدينه بتلاقيه على قناته. الله يكرمك. قناه اخونا محمد الرئيس، الله يبارك فيك. والراجل العسل ده، الراجل العسل ده نسمه المدينه، وهو نسمه، شوف شايفين، تحس ان هو من اسوان. شرفني والله. هي مدينه رسول الله دايما الابتسامه، من وصايا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ما شاء الله. وكفايه الاجواء الجميله دي يا جماعه، كل عام وانتم بخير، ودائما ابتسم، فنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. متابعينا الكرام، احبابي في الله، واجواء مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم اجواء جميله، وهنا الافطار الجماعي لحي المغاربه، من اقدم الاحياء في مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأجواء جميلة ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله. طبعا دي تبع أمانة منطقة المدينة المنورة ومجلس حي المغاربة. أجواء جميلة ما شاء الله تبارك الرحمن. متابعين الكرام، ما شاء الله ما شاء الله. جبل نسبة المدينة، كيف حالك؟ طيب إن شاء الله، نورت المكان. الحمد لله بخير، عامل ايه؟ وانت بخير؟ امورك طيبة؟ كيف الاجواء؟ الحمد لله. ونسبة المدينة اهوت يا جماعة. لا وصلت. كل عام وانت بخير. وانت بخير. رمضان مبارك ان شاء الله. الله يعينك يا حبيبي، الله يسلمك. كل سنة وانت طيب يا رب. لك ما شاء الله تبارك الله. 20 يوم. وين التلقيات؟ خلاص رجعنا. الله يرضى عليك يا رب. حبيبي حبيبي. ما شاء الله تبارك الرحمن. متابعينا الكرام، مش اجمل من الاجواء دي طبعا، اللهم بارك يا رب. شباب سريع سريع الصبح، رجع ما باقي شيء. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. هنا حي المغربه، من اقدم الاحياء في مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما شاء الله. يلا شباب. ما شاء الله. يا ريت نصلي ونسلم على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على خير خلق الله سيدي وحبيب رسول الله. فرصة جميلة لقاء الأحباب. أنا أحب أن تكون في الناس. إن شاء الله تبارك الرحمن. مكانة. إن شاء الله. إن شاء الله تبارك الرحمن. وأنا تجهيز الفول بقى. السلام عليكم. السلام الله يحييك. كل عام وانتم بخير يا عمي. ايوه بابا يا حار يا مرحبا. كيف حالك عمي؟ الله يحييك عمي. مبارك. ربنا يخليك. كل عام وانتم بخير. ربنا يخليك. ربنا يخليك. مصري. مصري. تحيا جمهورية مصر العربية. تحيا جمهورية مصر العربية. وانا وحبايبنا وفوق دماغنا من فوق. حبيبي الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. حلوة كده ولا مواعيد الرحمن عندكم؟ ده وده حلوة. والله انت ساتر. والله معك الحق. دي حلوة ودي حلوة. بس ما فيش أحسن من مدينة الحبيب. ربنا يخليك اللهم صل وسلم. دي ما فيش أحسن منها طبعا. الله يرضى عليك. بص عاوز أعمل معاك تحدي. هديك طبق فول لانه انت اهل الفول واهل ونخلص الفول ونخلص الفول. لا صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. دي جديده دي. نخلص الفول صلي على الرسول صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. الفول بسم الله. عاوز معايا احلى سمر. ما شاء الله تبارك الرحمن وتبارك الرب. النهارده الافطار الجماعي في حي المغاربه ما شاء الله. وتجهيز بقى الفول ما شاء الله. وقال كلمة جميلة جدا. نخلص الفول صلي على صلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدنا صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. اهلا وسهلا. وادي الجدرة طبعا بتفكرنا بمصر يا جماعة. يا حبيبي جدرة الفول والخلطة. طيب ما هو ده الشر. هنا عندنا برنس ما شاء الله تبارك الرحمن. دقة المدينة انت عارفها. دقة المدينة دي لمستنا مع الطحينة مع السلطة الباردة والسلطة السخنة وكده. وروح خلطها امك وبالصلاة على النبي. الله يبارك لك. بيهمني قوي ذوقك. الله يبارك لك. قوي رايك. الله يبارك لك. هخلي لك طبق هنا كده مكسور. انا مالك مالك انا موجود معاك. شايفين يا جماعه ما شاء الله تبارك الرحمن اجواء جميله جدا. انت في مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا مش ما تحكيش يعني. صلى على الرسول وخلاص. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وهنا طبعا بيسوي البف. ايوه طبعا بلحم الدجاج متابعين الكرام احبابي في الله ما شاء الله تبارك الرحمن. اجواء ولا اروع ما شاء الله تبارك الرحمن. وشايفين طبعا النظافه ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. الكل هنا بيحكي انه صلى على الرسول وخلاص. الصلاه والسلام عليك يا سيدي وحبيب رسول الله. السلام عليكم. كيف حالك يا عمي؟ كل عام وانت بخير. امورك طيبه؟ الله يكرمك ويبارك فيك. عرفت نفسك بقى كده. انا والسلطان يا حبيبي. مطاعم الشنب. مطاعم؟ مطاعم الشنب في المدينه. مطاعم الشنب؟ ايوه. ماشي يا عم ابو شنب. الله يكرمك ويبارك فيك. فين مكانك طيب؟ عندنا فرعين في المطار وفي الهجره. في المطار؟ طريق المطار وفي الهجره. في الهجره ايوه ممشي الهجره. ايوه. ايوه صح كده. الله يحييك. حبيبي نعم الله يبارك فيك. يا هلا يا هلا. نورت وشرفت. كل عام وانت بخير يا حبيبي. الله يبارك ان شاء الله. اهلا وعليك يا حبيبي. الله يكرمك. ما شاء الله الاجواء يا جماعه ما فيش اروع من كده. طبعا تجمع جميل. دي البوف يا جماعه زي السموسه كده ان شاء الله. توزع على الصائمين ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله. والكبده بقى وما ادراك ما الكبده بقى على الصاج. Yeah.
ان شاء الله تبارك الرحمن. اجواء جميله ما شاء الله تبارك الرحمن ان شاء الله. كل عام وانت بخير يا عمي، رمضان مبارك ان شاء الله. الله ان شاء الله. طب خلصان اهي، خلصت؟ خلاص خلصت؟ خلاص. ان شاء الله تبارك الرحمن. متابعين الكرام، اجواء جميله جدا من طيبه طيبه مدينه رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على خير خلق الله سيدي وحبيب رسول الله. كمان ابغى اقول حاجه، ان شاء الله تبارك الرحمن. هنا بحي المغاربه من اقدم الاحياء متابعين الكرام. شايفين الجمال ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. الصغير والكبير جنب بعض هنا في محبة من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا جماعة حياة جميلة ما شاء الله. طبعا دي عادات اهل المدينه يا جماعه، كل يوم في حي من احياء مدينه رسول الله بيتجمعوا اهل الحي ما شاء الله. وبيسووا الفطور الجماعي اللي انتم شايفينه ده ان شاء الله. يا ريت نصلي ونسلم على الحبيب يا جماعة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على خير خلق الله سيدي وحبيب رسول الله. طبعا أكبر تجمع هنا على الفول. طبعا الفول هو من الاطباق او من الطباق الرئيسيه في الفطار. طبعا دي لازم. جاء وقت الافطار ما شاء الله تبارك الرحمن. متابعين الكرام حبيبي ما شاء الله تبارك الرحمن. صوما مقبولا وافطارا شهيا ان شاء الله. الان بيؤذن الاذان احبابي في الله. شايفين التصوير كمان. واحلى تمر ما شاء الله تبارك الرحمن. ربنا يكرمكم جميعا يا رب بزياره الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبارك لك. يا رب تقبل صيامنا وقيامنا. اللهم امين يا رب العالمين. شايفين الاجواء يا جماعه؟ صراحه من اقوى التجمعات، ولازم القهوه العربي طبعا او القهوه السعودي. كل عام وانتم بخير يا عم. كمان ميه الورد. Thank you.
ما شاء الله تبارك الرحمن. لا 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 ولازم القهوة السعودي طبعا. ما شاء الله متابعين الكرام احبابي في الله، اجواء جميله، حبيت اخدكم معايا النهارده لهذه الاجواء الجميله من مدينه رسول الله. يا ريت نصلي ونسلم على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على خير خلق الله سيدي وحبيبي رسول الله. وعمي بيصورني كمان اهو. كيف حالك يا عم؟ والله كنت بخير. الله يرضى عليك يا رب. وكمان لابس الزي المغربي عشان هو في حي المغاربه. ما شاء الله تبارك الرحمن. شايفين الجمال يا جماعه؟ الكل هنا بيضايف بيضايف. ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا الخمر الجزائري. الله يتقبل يا رب. دي التمر الجزائري. نعم التمر الجزائري من افخر انواع التمر. ما شاء الله تبارك الله. انواع انواع الفول. ونخلص نتكلم ونخلص الفول. صلى على الرسول عليه الصلاه والسلام. ده تمر الجزائري اهوت يا جماعه. اسمه دجله نور. دجله نور ما شاء الله. من واد سوف. سوف من الجزائر. انت من اهل المدينه يا عم؟ نعم من اهل الحاره هذه اللي احنا واقفين عليها. ما شاء الله تبارك الرحمن. واحد من تجار الحاره. ما شاء الله الله يبارك له. الله لا يحرمنا جوار الحبيب. وعم الرئيس كمان اهوت محمد الرئيس من يعني اصحاب اللسان الجميل. ودايما بيذكرنا بتراث المدينه الجميل. ما شاء الله تبارك الرحمن. ويا رب لا يحرمنا جوار الحبيب. يا رب. كيف حالك يا محمد؟ حبيبنا يا محمد ده والله العظيم من الناس اللي ربنا حاط في قلوب الناس عندي ما تشوفها المحبه. ربنا يحبك ربنا يحبك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا جماعه. فعلا اجواء ولا اروع ولا احسن في مدينه طب القلوب ودوائها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله. كيف حالك؟ الحمد لله. شايفين الاجواء يا جماعه؟ طبعا اجواء روعه واجواء جميله ما تشوفهاش الا في مدينه رسول الله. الاجواء دي عمرك ما تشوفها الا في مدينه طب القلوب ودوائها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. نخدم ونسوي. ما شاء الله. الله يبارك يا رب. الله يبارك. الله يبارك يا رب. عايزين شوية قهوة. بسم الله. بسم الله. بسم الله. الفول يا جماعه. معذره. ان شاء الله. والزحام لسه على الفول برضه. ايوه لكن من الفول. برضه الزحام على الفول. حتى بعد الناس ما تفطر برضه الزحام على الفول. تحس انك في شبرا في مصر ولا في باب اللوق ولا في شبرا ولا مصر. برضه انت لو فضلت هنا 24 ساعه هيفضل عليك زحمه برضه. لو فضلت 24 ساعه هيفضل عليك زحمه. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. بركه بركه. ما شاء الله. ما شاء الله متابعين الكرام احبابي في الله.